سن اللقايا والاجذاع من مسافة الخمسة كيلومترات ضمن تحديات هذا المهرجان الكبير، مهرجان ختام الطائف السنوي لعام 1437 للهجرة النبوية. وفي خامس أيام متابعين الكرام أسير إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط وصدارة الشوط، شعار الشيخ محمد بن معزي بن عمير العتيبي على أول المراكز مع انطلاقة فاروق على الصدارة. المركز الثاني شاهين شعار فلاح بن عصر الشمري من يتواجد على المركز الثاني مع انطلاقة شاهين. المركز الثالث، ثالث المراكز، من وصل في هذه اللحظات شعار، اللي وصل على المركز الثالث مياس غانم بن مسفر بن جابر الحميري. المركز الرابع، رابع المنطلقين ورابع التحديات، اللي وصل في هذه اللحظات محمد بن راشد المري مع انطلاقة الناوي. المركز الخامس، أتابع القدوم والوصول، شعار بندر بن محمد بن زمان الهاجري، ولكن القادم في هذه اللحظات على المركز السادس. أتابع الأسماء القادمة والشعارات المندفعة، ولكن أعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، مقدمة الشوط وصدارة الشوط. شعار الشيخ محمد بن معزي بن عميره العتيبي هو المنطلق والمندفع على صدارة الشوط مع انطلاقة فاروق على الصدارة. المركز الثاني شعار الشمري يتواجد ثاني على المركز الثاني، فلاح بن عصري الشمري مع انطلاقة شاهين على المركز الثاني، ولكن فاروق، يا سلامي عليك يا فاروق، ينطلق على أول المراكز وعلى صدارة الشوط. شعار الشيخ محمد بن معزي بن عميره العتيبي الضيف القادم والعاني من ميدان رماح للمشاركة في هذا المهرجان وهذا الكرنفال والمجتمع الأخوي الكبير. متابعينا الكرام، النقلة على المركز الثاني، وصل شاهين، فلاح بن عصري الشمري المركز الثالث، ثالث المراكز وثالث التحديات، يصل على المركز الثالث الناوي لمحمد بن راشد المري، ولكن القادم في هذه اللحظات. وتابع الأسماء القادمة، شعار عبد الله بن عودة البلوي مع انطلاقة الجذاب. المركز الرابع، رابع المراكز اللي تقدم في هذه اللحظات، مخلف شعار عبد الله بن سالم آل بخيت من يصل على المركز الرابع، بن زومان على المركز الخامس، بندر بن محمد بن زومان الهاجري. أعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، شعار بن عميرة هو المنطلق والمندفع على صدارة الشوط. من يقدم لنا فاروق وانطلاقة فاروق؟ شعار الشيخ محمد بن معزي بن عميرة العتيبي على أول المراكز على صدارة الشوط. منذ انطلاقة هذا الشوط يسيطر تمام السيطرة. المركز الثاني، الملازمة الشديدة من شاهين، فلاح بن عصري الشمري على المركز الثاني مع انطلاقة شاهين. المركز الثالث، أتابع الأسماء القادمة، أول الواصلين في هذه اللحظات، مخلف عبد الله بن سالم آل بخيت، والقادم الجذاب 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 عبد الله بن عودة البلوي، وأيضا وصل شاهين، بندر بن محمد بن زمان الهاجري. المركز الخامس أو المركز السادس، الناوي لمحمد بن راشد المري. المنعطف الأخير لم يتبقى إلا القليل. الله يا فاروق على أول المراكز، شعار بن عميرة من ينطلق ويدفع بفاروق على صدارة الشوط. شعار الزعيم من أبدع وتألق في هذا اليوم، ها هو يعود في هذا الشوط مع انطلاقة فاروق على الصدارة. شعار الشيخ محمد بن معزي بن عميرة العتيبي، ولكن القادم
هاشم الجذاب وأيضا مخلف وكذلك شاهين وأيضا شاهين لبن زومان على المركز الخامس، ولكن الصدارة والقيادة مع فاروق واللي غير مخلف مخلف يا مخلف عبد الله بن سالم الوخيت من غير الأمور لصالحه ولصالح هذا الشعار شعار عبد الله بن سالم الوخيت، وأيضا اللي تجاوز اللي انتقل إلى الصدارة شعار الشمري فلاح بن عصر الشمري مع انطلاقة شاهين 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. الله 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 شاهين ومخلف وبن زمان وكذلك البلوي، ولكن شاهين شاهين يا شاهين شعار فلاح بن عصري الشمري. الشوط الثامن والتنافس على أشده، ولكن اللي غير اللي انتقل إلى الصدارة إلى المقدمة شعار بن زومان بندر بن محمد بن زومان الهاجري من غير الأمور ليحتل المركز الأول مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي الكبير. المركز الثاني شاهين فلاح بن عصري الشمري والقادم القادم الشنجل الريان الريان لمحمد بن ناصر الشنجل والعالمي لمبخوت بن محسن بن جبران، وايضا اللي وصل الريف الريف بشرى بن حمد بن حماد السوداني. ولكن اعود الى المقدمه الشمري الشمري على الصداره فلاح بن عصر الشمري. الله 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 الصداره والقياده والله يا الصداره مع انطلاق شاهين. المركز الثاني المركز الثاني في هذه اللحظات العالمية العالمي العالمي مبخوت بن محسن بن جبران. الله يا بن جبران غير وانطلق مع اللحظات الأخيرة، والعالمية صعبة قوية، ولكن يا راعي العالمي وإيش يصعب عليك؟ كل الصعايب في طريقك تهون. تهانينا لمبخوت بن محسن بن جبران على حصول العالمي بالمركز الأول. المركز الثاني فلاح بن عصري الشمري. المركز الثالث محمد بن ناصر الشنجل. المركز الرابع